السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا وترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم الجمعة 15 إبريل 15/4/2022 في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا. بالنسبة زي ما قلنا قبل كده للفرق العربية أو الفرق اللي موجودة في دول غرب آسيا اللي هو الخليج العربي وفلسطين والعراق ولبنان وسوريا وكل الناس دي، مع إيران بقى والهند وطاجكستان وتركمانستان والناس دي كلها. اما شرق اسيا فلعبوا اليوم بدايه الجوله الاولى من دور المجموعات الخاص بيهم. زي ما قلنا قبل كده في دور مجموعات هنا ودور مجموعات هنا وكمان ربع نهائي ونص نهائي ودور 16، كل الكلام ده كله هيتم بالنسبه لغرب اسيا لحد النهائي ما يتحدد البطل اللي هيكون في النهائي. كذلك شرق اسيا لحد البطل اللي هيتحدد في النهائي. البطل شرق اسيا يلعب مع بطل غرب اسيا والفائز هو بطل دوري ابطال اسيا. اتمنى اكون وضحت الموضوع. اليوم في الجوله الاولى بقى من شرق اسيا، كاواساكي فرونتال تعادل امام اولسان هيونداي 1-1، واحرز هدف اولسان هيونداي ليوناردو لوبيس في 21، هدف كاواساكي فرونتال اللاعب شنتارو كورومايا في 94. بانكوك ده من اسمه ايه تايلاند تعادل امام والبورن سيتي 1-1، احرز هدف بانكوك تيراسيل دانغادا في دقيقة 35، هدف مول بورن سيتي عن طريق اندرو نابوت في الدقيقة 22، اكيد ما اسموش نابوت يعني. شاندون لونينغ تقريبا من هونج كونغ او ممكن من كوريا الجنوبية ولا حاجة، خسر من دايجو 0-7، اكيد مش هقول السبع اهداف مين اللي سجلهم، ده حوار كبير يعني. هوم يونايتد خسر من اوراو ريدز 1-4. عندنا يونايتد سيتي خسر من جونام دراجونز 0-1، احرز هدف دراجونز بلانا في الدقيقة 87. جهور دارول تجزيم ده انا عارفه، ده من ماليزيا، فاز على جوانزو ايفرجراند 5-0، احرز هدف تجزيم بيرغسون دا سيلفا في الدقيقة 10. اللاعب هو اسمه ليهي تقريبا بيلعب للفريق التاني ده ايفرجراند في الدقيقة 13 سجل هدف مرمى. بيرغسون دا سيلفا سجل الهدف الثالث ده 27، وهاتريك دا سيلفا في الدقيقة 52 سجل الهدف الرابع للمباراة. ولاعب سيف الله في الدقيقة 81، طبعا ماليزيا فيها نسبة كبيرة من المسلمين أكيد يعني، في الدقيقة 81 سجل الهدف الخامس. السد فاز على الوحدات 5-2، أحرز هدف السد الخامسة أكرم عفيف من ضربة جزاء في الدقيقة 23. أما المباراة دي بقى طبعا اللي هي مباريات غرب آسيا في الجولة الثالثة، زي ما قلنا السد القطري فاز على الوحدات الأردني 5-2. السد القطري احرز هدف اكرم عفيف من ضربه جزاء في الدقيقه 23، سانتي كازورولا في الدقيقه 58، اندريا اوف في الدقيقه 62، رودريغو تاباتا في الدقيقه 72، ومحمد البياتي في الدقيقه 93. هدفي الوحدات الاردني احمد سمير في الدقيقه 42 ومحمد انس في الدقيقه 44. الشارقه الاماراتي تعادل امام الريان القطري 1-1، احرز هدف الشارقه بيرنارد في الدقيقه 45، هدف الريان عن طريق ستيفن نوزينزي ايوه في الدقيقه 65. الهلال السعودي فاز على استقلال دوشنبا من طاجستان 1-0، احرز هدف الهلال سلمان الفرج في الدقيقه 52. ونساف كرش خسر من الفيصلي السعودي ايضا 0-1، احرز هدف الفيصلي جوليو تافاريس في الدقيقه 29. بالنسبه لبدايه الجوله، خلينا بقى احنا بنتكلم على الجوله الثالثه من دوري ابطال اسيا. لو قابلنا اي مباراه خاصه بالشرق اسيا ساعتها بنتكلم عليها، غير كده مالناش دعوه بالمباريات بتاعتهم. بدأت الجولة الثالثة أمس الخميس 14/4، الجزيرة فاز على مومباي سيتي 1-0، وفولات فاز على أهل 1-0، الضحيل فاز على بختكورت 3-2، والقوة الجوية تعادل أمام الشباب 1-1، والغرافة تعادل أمام شباب الأهلي 1-1، والتعاون فاز على سبهان أصفهان 3-0. خلينا نتعرف على ترتيب المجموعات وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباراة اليوم الجمعة 15/4/2022. متابعينا الكرام، المجموعة إيه لحد المجموعة إيه يعني من الأولى لحد الخامسة دول غرب آسيا اللي هي الدول العربية. من اول المجموعه السته لحد العشره دول شرق اسيا اللي هي كوريا الجنوبيه والصين والناس دي كلها. المجموعه ايه تضم الهلال في المركز الاول بتسع نقاط. طبعا المجموعه الاول مجموعه ايه لحد المجموعه ايه اللي هو الخمس مجموعات دول لعبوا ثلاث مباريات. الهلال متصدر العلامه الكامله بتسع نقاط، الشارقه المركز الثاني باربع نقاط، الريان القطري المركز الثالث باربع نقاط، واستقلال شام المركز الرابع بدون نقاط. مجموعه بي تضم الشباب السعودي المركز الاول بسبع نقاط، القوه الجويه العراقي المركز الثاني باربع نقاط، الجزيرة الإماراتي المركز الثالث بثلاث نقاط، ومومباي سيتي الهند المركز الرابع بثلاث نقاط. المجموعة سي الثالثة تضم الغرافة القطر المركز الأول بخمس نقاط، فولاد المركز الثاني بخمس نقاط، شباب الأهلي المركز الثالث بثلاث نقاط، وأهل المركز الرابع الأخير بنقطة. المجموعة دي الرابعة تضم التعاون السعودي المركز الأول بست نقاط، الدحيل القطر المركز الثاني بست نقاط، سبهان أصفهان المركز الثالث بثلاث نقاط،
وبختكر الأوزبكستان المركز الرابع الأخير ب3 نقاط. المجموعة إي الخامسة تضم الفيصلي السعودي في المركز الأول ب7 نقاط، السد القطري في المركز الثاني ب4 نقاط، نساف كرشي المركز الثالث ب4 نقاط، والوحدات الأردني المركز الرابع الأخير بنقطة واحدة. خلينا نشوف مين اللي لعب من أول المجموعة الستة لحد المجموعة العشرة. في المجموعة إف دايجو متصدر، طبعا المجموعة دي لعبت مبارياتها في الجولة الأولى. دايجو 3 نقاط المركز الأول، وراو ريدز المركز الثاني ب3 نقاط، هوم يونايتد المركز الثالث بدون نقاط، وتشان دونغ المركز الرابع الأخير بدون نقاط. مجموعة جي أيضا لعبت مبارياتها في الجولة الأولى، جونام دراجونز المركز الأول ب3 نقاط، بانكوك المركز الثاني بنقطة، ملبورن سيتي المركز الثاني أيضا بنقطة، ويونايتد سيتي المركز الرابع الأخير بدون نقاط. المجموعة بقى السامنة والتاسعة والعاشرة، السامنة ما لعبتش، أما التاسعة لعبت. جوهور دارول تجزيم المركز الأول ب3 نقاط، كواساكي لا المركز الثاني بنقطة، أولسان هوندا المركز الثاني أيضا بنقطة، وجوانزو إيفرجراند المركز الرابع الأخير بدون نقاط. المجموعة العاشرة والثامنة لسه ما لعبوش في الجولة الأولى. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متصدر الهدافين ادميلسون جونيور لاعب الدحيل المركز الاول ب4 نقاط، المركز الثاني بيرغسون دي سيلفا لاعب جوهر دارول تجزيم بثلاث اهداف. ده ادميلسون جونيور المركز الاول ب4 اهداف، بيرغسون لاعب جوهر دارول تجزيم ب3 اهداف، والمركز الثاني ايضا لاعب دي كارفالهو لاعب دايجو ب3 اهداف. المركز الثالث بهدفين برنارد لاعب الشارقه الاماراتي، وكارلوس ابريلو لاعب الشباب السعودي، وايفر بنيغا لاعب الشباب السعودي، وهشام فايك لاعب الفيصلي السعودي، وجوليو تافريز لاعب الفيصلي السعودي ايضا، وتركي العمار لاعب الشباب السعودي، ويويا اوساكو لاعب في سيل كوبي الياباني ايضا عنده هدفين، واحمد سمير لاعب الوحدات الاردني، وبيدريكو كارتابيا لاعب شباب الاهلي الاماراتي ايضا عنده هدفين، وليوناردو لوبيز لاعب اولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ونيكولاس داغوستي لاعب ملبورن فيكتوري، ويهان بولي لاعب الريال القطري، وعندنا اندري ايو لاعب السد بعد كده عنده هدف واحد. خلينا نتعرف سريعا على ترتيب صناعه الاهداف. متصدر صناع الاهداف عبد الله العوجي الجوعي لاعب الشباب السعودي صنع هدفين، وبسام هشام لاعب الدحيل ايضا صنع هدفين، برونو لاماس لاعب دايجو ايضا صنع هدفين، ودرغام اسماعيل لاعب القوى الجويه العراقي اكيد، ولاعب لافير كوربين لاعب جهور تجزيم ايضا صنع هدفين، وطارق عبد الله لاعب التعاون، ونساف كرشي لاعب اسمه ايه عبد ال مش عارف اقرا الاسم كويس عنده صنع هدفين. اشترك في القناه، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو، متابعين الكرام كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.